بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربما يا جماعة في التول تيب الستايل الافتراضي برضو في الكلاس اللي هو هاز تيب ده، لما بعمل هوفر اهو الهنت ده بيظهر لي من تحت. الابيليتي الجميلة اللي راح نتكلم عنها يا جماعة اللي هي ان انت تضيف كلمة توب، خليني مثلا بعد كلمة تب هروح واخد مسافة واكتب توب، يبقى هتبقى الكلاس هيبقى هاز تب بعدين الاثنين بهايفن بعديها الكيورد اللي اسمه توب فيجن. فانا عملت ريلود للجانب ده ورحت وقفت، هلاقي ان الموضوع برضو مش مظبوط معايا، يعني هي برضو الهنت بيجي لك من تحت ما بيجيش من فوق، ربما مثلا لاني مفيش مثلا ربما مفيش مساحة كافية للعناصر بتاعتك. علشان كده هنروح نبتدي ننزل مثلا عنصر معين تحت بي ار، وهناخده كده بكوبي وننزله مثلا ما شاء الله من المرات، ونبتدي ننزل بريفرش. لو انا رحت على فاونديشن هلاقي ان الهنت بتاعي جاي من فوق، طبعا انت محدود بحدود الفريم ورك، طبعا الكلام ده برضه هيجي من فوق. ف ده الجانب بتاع اني اقول لك ان الفريم ورك يعني مش هيوقف حاله، يعني هيلاقي حل للطريق. فدي فايده ان انت تستخدم فريم ورك، انت كاتب الكود ربما بشكل مش مظبوط بنسبه 100%، يعني اقصد ان هو ربما يحتمل وجود غلط معين، فراح نوم لك الهنت اللي انت كنت كاتبه او الكيورد بتاع التوب ورجع لك الديفولت الافتراضي طالما الموضوع ما سمحش. يعني ديت الميزه من استخدام الفريم ورك، ربما تلاقي ان الامور يعني بتحاول تعالج نفسها احيانا، لكن طبعا مش بشكل دائم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.